تشييع الرئيس الإيراني ومرافقه في تبريز والدفن الخميس، انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران، مقتل 7 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها. البداية من إيران، حيث أقيمت في تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية بشمال غرب البلاد أول مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين قدوا بحادث تحطم مروحية. مراسم التشييع التي أقيمت في ميدان الشهداء حضرها عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم مسؤولون مدنيون وعسكريون، كما شارك حشد كبير في نقل الجثامين من الميدان إلى ساحة المصلى، فيما ستتواصل المراسم في قم ثم في طهران الأربعاء على أن يتم الدفن بعد غد الخميس بمدينة مشهد. نبقى في طهران، حيث عقد مجلس خبراء القيادة جلسة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر، جرى خلالها انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة الإيراني بأغلبية 55 صوتا لمدة 2 عامين وفقا للنظام الداخلي للمجلس. وفي غضون ذلك أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران محسن إسلامي أنه تم اقتراح يوم 28 من يونيو المقبل على مجلس صيانة الدستور ليكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية. يوم جديد من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أوقع خلاله القصف المكثف على المناطق السكنية عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين بشكل خاص في مخيم البريج وجباليا وبيت لاهيا ورفح. وزارة الصحة في غزة أعلنت عن مقتل 85 فلسطينيا وإصابة 200 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وفي التطورات الميدانية، قالت حركة حماس إنها تواصل التصدي للقوات الإسرائيلية في محوري مخيم جباليا وشرق رفح، مؤكدة أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية توغلت في عمق مدينة رفح. في سياق تداعيات الحرب أيضا، يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يضع منصبه من جديد في مهب مواجهة تصادمية مع الولايات المتحدة. كريم خان الذي يشغل منذ عام 2021 منصب المدعي العام لأول محكمة دائمة تختص في جرائم الحرب في العالم، طلب من قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أن يصدروا أمراً بالقبض على نتنياهو وأيضاً وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت وثلاثة من كبار قادة حركة حماس. في الضفة الغربية، يواصل الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. شهود عيان أفادوا بأن من بين القتلى الفلسطينيين في جنين طبيبا كان في طريقه للعمل ومعلما وطالب مدرسة. وبين الشهود أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت جنين في ساعة مبكرة وشرعت الآلية العسكرية بتجريف الشوارع والبنية التحتية قبل أن تواجه اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين وسط سماع لدوي انفجار ناجمة عن عبوات محلية الصنع.